السلام عليكم، معكم رضوان صاحب الشركه ديال كراء السيارات في مدينه سله. تكمليه لذاك الموضوع اللي لقى واحد الصدى طيب عند المغاربه كاملين، اللي الحمد لله وصل لواحد النسبه كبيره ديال المشاهده من خوتنا المغاربه اللي تعاطفوا معنا في ضد واحد انا كنسميهم عصابه، واحد العصابه اللي كيسرقوا السيارات وكينشطوا في واحد الشبكه اللي كينشطوا في سرقه السيارات على الصعيد الوطني. هادو واحد الخليه، واحد الخيوط ديال واحد الاخطبوط اللي كيستولوا على السيارات التابعة لأرباب وكالة كراء السيارات بدون سند قانوني وبدون إجراءات وبدون واجبات اللي هي قانونية اللي كينص عليها القانون. تكملية لذاك الموضوع، الغريب في الأمر في هاد الناس هادو ما كيستهدفوش أرباب وكالة كراء السيارات بوحدهم، كيستهدفوا حتى المواطنين بوحدهم. وهاد الناس راه شبكة كبيرة، يعني شبكة كبيرة بزاف وكتنشط على الصعيد الوطني، يعني في مدن كبرى، في جل المدن الكبرى، طنجة، فاس، مكناس، رباط، اسفي، جديدة، مراكش، اكادير. حاليا راه كاينين كينشطوا في واحد المدينة ديال سيدي رحال، يعني في سيدي رحال جنب كازابلانكا كينشطوا تما نيت حاليا نيت. وتواصلوا معنا، تواصلوا، انا شخصيا تواصل معي شحال من ضحية على الصعيد الوطني وربطوا بي اتصال هاتفي، وعندي كنستولى على عدة شكايات. وهاد الناس هادو اللي كيقوموا بهذا الفعل الاجرامي عندنا ضدهم عده شكايات، عندنا عده شكايات وعندنا عده فيديوهات وعده ادله قاطعه ضد هاد الناس هادو. الغريب في الامر هاد الناس هادو كيتحايلوا على القانون، كاين تحايل على القانون، عندهم مفوضين قضائيين كيشتغلوا معاهم على الصعيد الوطني، عندهم نقلات ديال الجر ديال العربات السيارات على الصعيد الوطني، يعني عندهم شبكه في اي مدينه، ماشي في مدينه الرباط او مدينه كازا او مدينه سله. اضافه لهذا الموضوع ديالي انا كممثل ارباب وكاله كراء السيارات، كنت تشوف معايا في هذا اللقاء التصويري مع قناه هبه بريس، كاين الضحيه الاول اللي على اليمين ديالي، ضحيه ديال هذه العصابه النيت اللي سرقوا له السياره ديالو. والغريب في الامر شي حاجه اللي هي خطيره جدا، سرقوا له السياره ديالو وهو ما واخدهاش بالقرض، يعني بلا قرض، السيد لا ما عندوش علاقه في شي بنك، وجاو استولوا على السياره ديالو وسرقوها له، وعنده فيديوهات واثباتات قاطعه اللي كتبين بان السيد ها هي كارت كريز ديال السيد ما فيهاش كريدي، يعني السيد واخد الطوموبيل ديالو بدون كريدي، مخلصها ب 12 مليون 120 الف درهم، مخلص السياره ديالو، احتاجوا هاد الناس استولوا على السياره من قدام المحل ديالو، وعنده بما يفيد شي 8 الفيديوهات، وعنده شهود وعنده ادله قاطعه ضد الناس هادو. السلام عليكم، معكم عبد اللطيف من مدينه سله، تاجر. الموضوع ديالي هو سرقه ديال السياره شريتها في 2020، سياره مستعمله، شريتها من السوق ديال السيارات المستعمله، ودفعت السيد اللي باع ليا مشى دار معايا الوثائق كلها، كارت غريز كتب معايا، مشيت سولت في سيرفيس ديميل قالوا لي ما عندها حتى مشكل، دفعت الاوراق عادي، تسنيت شي شهر ونص خرجت لي الورقه الرماديه ديالي عاديه ما كاين حتى حاجه. فاذا به في شهر خمسه، في شهر واحد 2022 كيوقفوا عليا شي ناس عندهم شاحنه، عندهم ديباناج وجوج سيارات خاصه، وقفوا براكوا لي الطوموبيل ديباناج من اللور وسياره خاصه من القدام، شنو قال لك الطوموبيل فيها احكام غنديوها. فعلا داو لي الطوموبيل، داو الطوموبيل، داو بالوراق ديالها بكل شيء ليها، سوارت داو امر. قال لي نهار اثنين سير الشركه ديال القرض، عطوني النوع ديال الشركه ومشيت ليها. فين مشيت للشركه سولت قالوا لي الطوموبيل راه كاينه ولكن احنا ما عندنا حتى علاقه مع هاد الناس اللي جابوها، سير دعيهم الناس اللي جا اللي داو لك الطوموبيل سير ديكلاري بهم. مشيت درت شكايه في نفس الشهر نيت في 23 في شهر واحد، لحد الان باقي ما لقاوهمش. داو لهم سميتو المحضر ديالهم السنه الجديده على حسب العناوين اللي دايرين، ما لقاوهمش هذاك العنوان صافي، ورجعت الدوسي رجع للمحكمه، راه لحد الان باقي في المحكمه. وعندي فيديوهات لهاد الناس ملي هزوا الطوموبيل، ويعني تعرفتهم في الاخر، عرفتهم شكون هما، فيهم شي حد شرطي سابق قدموا لي راسهم بانه كاين معاهم ضابطه قضائيه ومعاهم مفوض قضائي ومعاهم مدير ديال الشركه، يعني هما سبعه ولا ما عرفت سته الناس، ولكن ما عطوني لا حكم لا حتى حاجه. هازين داكشي في يديهم قال لك راه عندنا حكم باش نديو هاد السياره هادي. دابا انا راني كنتسائل ما شنو غادي ندير،
رزقي مشى، الطوموبيل ديالي شريتها في واحد الظروف اللي هي تعذبت فيها 2020، ما عرفتوش شنو كان في 2020، جائحه ديال الكورونا. من بعد دابا راني جالس نتسنى القضاء، خديتها في 2020، نقول لك شهر 10 ولا شهر 11 2020، والدواء في شهر 1 2022. شنو نوع السياره؟ نوع السياره رونو ترافيك، شريتها ب 55000 درهم. لا ما كنعرف السيد، مشيت كاتبت انا وياه خلصت لها في الملكيه ديالي هذه حاليا، حتى السيد اللي خديته عنده في الملكيه ديالو هكا، ما كاين لا باري لا حتى حاجه. اداره الامن قال لك راهم كيقلبوا عليهم باقي اطار البحث. واحد منهم هذاك اللي قدم لي راسه بانه هو مدير الشركه، ومعاهم قال لي راه معانا الضابط، معانا سميتو عون قضائي، حتى هو بسمي سما لي بكل شيء. وملي بقيت كنقلب، ملي بقيت كنوري الفيديوهات سميتو، قال لك هذاك بانه هذاك السيد راه كان شرطي سابق. قال لك بانه راه كان شرطي سابق ووقع له شي مشكل، ومشات قضى العقوبه عليه ديال السجن وطريبوكا توقف على العمل، ولا كينشط في هذا الشيء ديال سرقات السيارات. معروف بالنسبه للناس ديال الامن، راه معروف عندهم عده شكايات كاينين، عندي فيديوهات، عندي الصور، عندي كل شيء. الفيديو ديالو هو؟ ديالو هو شخصيا جا عندي المحل. السلام عليكم. انا من احد الضحايا اللي كان من عدد الضحايا بزاف اللي بانوا في هذه اللحظه خلال المشاهده ديالي ديال هذه الحلقه مع السي الضحيه هو، وكنا ديجا في مشاهده حتى تفاجات بان اتصلت مع هذا السيد هذا وجيت درت هذا الحوار. بما ان الموضوع بما يفيد ان تلقيت لواحد النصب والاحتيال عن طريق ما فهمتش شنو وقع المشكل. جاو عندي المنزل، السلام عليكم، عليكم السلام، دقوا عليا في المنزل، انا كمدير شركه وواحد المفوض قضائي باسم مفوض قضائي، وواحد قال لي بانه ضابط شرطه، فاذا به قلنا يلا نمشيو معك للشركه المقر ديالها في شارع محمد الخامس. قلت له مرحبا، قال نقدر نركبوا معاك؟ قلت له مرحبا. ديماري مشينا لعندهم، مشينا في الطريق، فاذا به اتصال هاتفي جانب ديالي، فاذا به يقول بانه غادي يمشيو لواحد الطريق. قال لي لا راه غنمشيو لواحد الاداره راه عندنا فصله، بقاو غادي من هنا من هنا من هنا. قال لي اذا به اعطيني بطاقه البطاقه وخلينا نشوف البطاقه الرماديه ديال السياره. جبت البطاقه الرماديه ديال السياره، اذا به ياخذ صوره من هنا، صوره خلفيه وصوره اماميه. فبدا يدخل الطريق اتجهوا الولجه، اتجهوا الى سلقت راسي في الولجه، سلا مدينه سلا الولجه. دخلنا السلام عليكم، قال لي واخا هالبطاقه هي عند العساس، يمكن لك تعطينا المفتاح حتى هو ها هو باش نمشيو حنا الاداره باش نشوف شنو المشكل باش تجي تاخذ السياره ديالك. الولجه فاش بينا غاديين طريق بدون مسلك، طريق بدون مسلك، فاذا به كيقول لي وقف هنايا. وقفنا عندنا كاين واحد بحال الباب، باب عادي تقليدي ديال القصدير، تفتح دخلنا، فاذا بدا تلقى غير رمله. وقفنا قال لي هالعساس اللي حل الباب راجل كبير شويه، قال لي هالبطاقه ديالو هي عنده واخا تعطيه المفتاح باش نمشيو عند الاداره. قال لي مرحبا. فاذا به طلعت واحد السياره، طلعنا مشينا لشارع محمد الخامس، قال حنا غنمشيو كاملين. مشينا بقينا غاديين، توصلنا لشارع محمد الخامس، وصلنا للمقر ديال الاداره. فاذا به نزلت، فاش نزلت هما ديمارا مشاو داوني لشارع محمد الخامس امام زعما الشركه المسمى. نزلت من السياره، فاذا هما قلعوا بالسياره وخلوني واقف، ما فهمت والو، كسيره وكسيره واحد، حتى بقيت واقف ما فهمت والو، تنشوف هاكا تنشوف هاكا. هربوا داو البطاقه الرماديه، داو البطاقه الرماديه، داو السياره، داو احنا مخلينا السياره في المرأب. فاذا به تنستشر مع الموظف تما، شاف قال يعطيني بطاقه، قلت واحد السياره مشات ليا دابا هزوها لي داوها ليا. فاذا شافوا البطاقه الرماديه قال لي شوف الموظفه الاخرى، مشيت عند الموظفه شافتها قالت لي لا انا ما عنديش شي موضوع بهذه السرقه هذه، ما فهمت والو، بقيت كنشوف فيهم. حليت راسي بت مع الدروج، بقيت كنقول انا عيط للصديق ديالي جا عندي بالسياره، السياره ديالو، مشينا لعندهم، هبطت انا مع الدروج، عيط للصديق ديالي جا عندي بالسياره ديالو، مشينا للولجه، المكان باقي عاقل المكان، حتى
تندق في الباب تحت ما بغى يحل، طلعت فوق السياره تنطل ما تلقى لا سياره لا والو. في حين توجهنا درت شكايه، درت شكايه للمحكمه. في الشكايه بسمعوش درت محامي، المحامي صيفط لي واحد الرقم باش مشات الشكايه، مشيت للولايه ما بغاتش حد يسمع ليا. ولايه الامن في الرباط ما بغاتش حد يسمع ليا، صافي رجعت درت شي مشيت عند وكيل الملك درت شكايه مباشره، قال لي قوم شكايه مباشره قضاء التحقيق. الشيء وقع لي في شهر 8 شهر 8 مده سنه. شنو نوع السياره مشات؟ نوع السياره سيتروين بيلانغو. اللون رملي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.